اهلا بكم اذا مجددا المشاهدين الكرام في الجزء الحواري في حلقتنا اللي سنتحدث فيه عن الاتحادات الطلابيه وخاصة كيف تكون الاتحادات الطلابيه عاملا مساعدا في النهايه لخدمه الطلاب وخدمه العمليه التعليميه بشكل عام في الجامعه. ده محور حوارنا مع ضيفتنا الكريمه الاستاذه الدكتوره هاني عارف، استاذ ورئيس قسم خدمه الجامعه بكليه الخدمه الاجتماعيه بجامعه اسوان. اهلا بك دكتوره هاني. اهلا بحضرتك استاذ خالد، واهلا بالحاضرين ومستمعين لقناه تامنه. مشرفانا حضرتك النهارده. طبعا احنا على وشك الانتهاء من عام 2022، وعلى وشك الاستقبال لعام جديد 2023، سائلين المولى عز وجل ان يكون عاما سعيدا على الامه الاسلاميه وجميع شعب مصر تحت ظل رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع الهيئات المسؤوله التنفيذيه والقضائيه. شبابنا من الذكور الإناث وكبار السن أن يكون عام مليئا بالصحة والسعادة ومستقبل مشرق لمصر إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. طبعا إحنا في الفترة ديت جميع الجامعات بتمر مرحلة انتخابات الاتحادات الطلابية. نعم. وبنقول إن الاتحاد الطلابي ده الممثل الشرعي الحقيقي للطلاب داخل الجامعات. نعم. ولكل كلية على حدة. نعم. أن تختار الاتحادات الطلابية المسؤول الأمين العام والأمين المساعد والمقررين اللجان على مستوى كل كلية. نعم. وبيعتبروا هم ممثلين لتوصيل احتياجات الطلاب، احتياجات يعني الطلابية، آراء الطلاب، شكاوى الطلاب. فإذا احنا الوضع إن الرؤية كلها منصبة على الدور المستقبلي والريادي لهؤلاء الشباب اللي هم نعم. قادة المستقبل. نعم، يعني أهداف الاتحاد الطلابية زي ما حضرتك قلتي هي بتلبي مطالب واحتياجات أو مشاكل وآراء واقتراحات الطلبة، لكن في النهاية ده يعني بيصب في الهدف الرئيسي اللي هو خدمة العملية التعليمية، يعني عشان الطالب يبقى مرتاح، عشان في النهاية يعني يساعده على التحصيل الدراسي وما إلى ذلك، يعني في النهاية بيصب في خدمة العملية التعليمية. احنا لما نقول هدف الاتحاد الطلابي ان انا بهدف منه ايه؟ ان انا عايزه اتطور التفكير التقليدي لتفكير ابداعي. نعم. ادي تحمل مسؤوليه. يبقى عنده حس وطني. بعمق الانتماء لدى الشباب. في كمان بحاول ان انا اغير من طريقه التفكير. نعم. في كمان بعمل اللي هي تجميع الروابط بين الطلاب وبين اعضاء التدريس والهيئه المعاونه والقيادات الجامعيه. سواء على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي للجامعات الاخرى، وعلى المستوى الوطني بالخارج، لان احنا في اللقاءات الشبابيه للاتحادات الطلابيه فهم بيمثلون المجتمع بالداخل وبيمثلون المجتمع بالخارج. صحيح. فهم بيعبروا عن تصويت رايهم عن الجامعه وعلاقتها بالجامعات الاخرى على مستوى الوطن او مستوى الخارج الوطن. نعم. الانتخابات بقى ازاي يا دكتوره؟ يعني هو كل كليه حضرتك قلت لي بتبقى على حده الاول، هي بتتم عمليه الترشح الاول، بنفتح باب الترشح، بعد كده في باب الانتخاب، وفي بيبقى في طعون كمان في الانتخاب المتقدم بيبتدوا بيتقدموا فيه رئيس الاتحاد والامين الامين والامين المساعد، وفي اختيار اللجان، وبيختار عضوين لكل لجنه، في لجنه الثقافيه، اللجنه الاجتماعيه، لجنه الاسر الطلابيه، لجنه الجواله، اللجنه العلميه والتكنولوجيه. فكل عضوين بيمثلوا لجنه معينه وبيتم انتخابهم، وبنختار منهم الامين، وبعد كده الامين المساعد على مستوى اللجان العليا. في هل في فرق بين الاتحادات الطلابيه في الكليات النظريه عن الكليات العمليه؟ انا اقصد يعني انت مثلا في الخدمه الاجتماعيه ربما تكون يعني عندكم الرؤيه اوضح شويه، وفكره ان يعني عندكم خدمه الفرد وخدمه الجماعه، فالطالب يعني ربما يكون هذا قريبا من فكره الاتحادات بشكل عام. يعني هو مش فارق، هو الممثل ده هو المفروض بيتوفر فيه صفات معينه. أوه. عشان كده في شروط معينه لاختيار الممثلين للاتحادات الطلابيه باللجان. يعني مثلا المفروض يبقى فيه مواصفات شكليه، وفي مواصفات اخلاقيه سلوكية. وسلوكيه، وفي مواصفات علميه كمان، لان يعني مستحيل انا مثلا اخد طالب باقي وهمثل بيه، لا، المفروض بيبقى على اقل ليه تقدير معين او مجتهد ومجتهد علميا. يعني كمان تاديه الخدمه العسكريه، في كمان شروط اللي هي بيبقى ليه علاقاته برضو الاجتماعيه، يبقى في اكتر من شروط ومعايير بيبقى
محكات ان هو يقدم للترشح والانتخاب. نعم، احنا في انهي مرحله دلوقتي من الانتخابات؟ احنا دلوقتي في المرحله الثانيه للانتخابات ان شاء الله. كانت المرحله الاولى دي تمت لاخر يوم النهارده 1/12. في المرحله الثانيه اللي هي انتخاب الامين وامين المساعد على مستوى اللجان العليا ان شاء الله، على مستوى الجامعه. على مستوى الجامعه. ايه هي ابرز القضايا اللي ممكن يتبناها اتحاد الكليه او الاتحادات الاعلى من كده، الاتحاد الجامعه مثلا؟ يعني هي ابرز القضايا طبعا، اهم قضيه بالنسبه لهم ايه هي الصعوبات والمشاكل اللي بتواجه العمليه التعليميه. يعني اكيد هم عايزين يوصلوا تعبير اصوات اراء زمايلهم من طلاب وطالبات، بحيث ان هم يكونوا ممثلين ليهم كتمثيل حقيقي للواقع اللي هم مثلا عايزين. فمثلا محتاج حاجات علميه، محتاج قاعات، محتاج اجهزه سواء كانت كليات نظريه او علميه. فانا ايه اللي محتاجه؟ خدمات تعليميه تتوفر لي. فهم بيعتبروا برضو كابحاث. في كمان بيبقى عندي صعوبات لما جت فتره جائحه كورونا. اكيد دي برضو فتره مشاكلها كتيره طبعا. مشاكلها كانت كتيره. طب احنا المفروض الاتحاد ده هو بيبتدي يمثل الطلاب في ازاي يوصل، يبقى حلقه توصيل بينه وبين اعضاء التدريس، لان هو عمليه جمع. الاتحاد ده انا بقتصر العلاقه، بدل ما بحتك عضو هيئه التدريس بطلاب كلها، لا، في ممثل طالب عن ببلغ اعضاء هيئه التدريس ايه هي مشاكل الطالب المفروض. طيب، بيبحث في نقطتين دكتور هناء يعني دايما كنا بنتابعهم. يعني النقطه الاولى متعلقه بجدول الامتحان، والنقطة الثانية المتعلقة بالورقة الامتحانية. هل تدخل اتحاد الطلاب ده يعني تدخل في شؤون أعضاء التدريس، ولا ده برضو جزء أصيل ان هو بينقل وجهة نظر الطلبة مثلا الجدول ايضا وشكلها؟ هو حضرتك بيبقى في حاجة اسمها مجلس اجتماع اتحاد الطلاب. مجلس اتحاد الطلاب ده بيعمل جدول اعمال ليه. فمن بنود جدول اعماله ان انا والله بقترح ان جدولنا يبقى كذا. الطلاب مثلا بيطلبوا الجدول يبقى كذا، مثلا عايزينه في تاريخ معين. هم بيقترحوا تمام، وبالآلية الاقتراحات او الجدول الاعمال اللي هم بيعملوه بيعرضوه بعد كده على سيادة العميد، على العميد، فهو العميد بيقرر برضو بناء على المجلس. يعني ده متاح يعني؟ ده متاح. يعني اقصد يعني الاداره بتستمع لده برضو؟ اكيد اكيد، لان يعني مثلا في طلبه مثلا طلبوا قالوا الامتحانات تبقى بعد فتره معينه، فده بيتلبى، لان اكيد احنا اكيد طبعا اكيد بنوفر تلبيه احتياجات الطلاب. نعم، عن طريق ممثلين اتحاد الطلاب. الجزء برضه المتعلق بالانتخابات نفسها، زي ما تعرف الانتخابات دايما في كل اي انتخابات بيبقى فيها تربيطات. أيوة. وبيبقى فيها تكتلات وبيبقى فيها عصبيه، ده شيء طبيعي في ده اي أكيد انتخابات أكيد. يعني. وده بيحل فكره ازاي الانتخابات يبقى فيها تمكين لعناصر زي الفتاه وزي الاحتياجات الخاصه، يعني الفئات اللي هي احيانا ما عندهاش قدره الوصول لانها تدخل في هذه الاتحادات. هو حضرتك احنا فاتحين باب ترشح. اذا هي باب الترشح هنا لكل تمام اوكي، ما اقصد يعني فكره التمكين، يعني هل مثلا زي مجلس النواب ومجلس الشيوخ هل في كوتا ولا لا؟ لا، في فتيات كتير مقدمين يعني. احنا يمكن لكن اقصد ما في هو كان الاول هو الاول كان الفتيات بيحجموا عن التقديم وفقا للعادات والتقاليد. تمام، لكن دلوقتي الفتاه ابتدت تمثل في الاتحاد اكتر من الاعوام السابقه. لكن ما فيش كوتا اقصد؟ لا 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 لا، هو بس هو متاح لها ان هي تقدم. لكن وبرضه وفقا للمعايير. يعني اكيد الفتاه دي لو فيها معايير المحكات للتقديم او الترشح فهي بتتقدم، لان من ضمن في لجنه المراه اعتقد يعني. ايوه يعني لا، لجنه المراه مش موجوده في اللجان. لا، في اللجان العلميه والتكنولوجيه. لجان الاسر الطلابيه الثقافيه الاجتماعيه هي بتدخل في كل اللجان دي. لكن أيوة مش لجنه متخصصه المرأة. لا 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 لا، ما فيش لجنه متخصصه او لجنه الفتاه الجامعيه. والله هي فكره كويسه يعني، ممكن لجنه الفتاه الجامعيه نسميها مثلا. لجنه الفتاه الجامعيه ممكن والله، يعني ده مقترح وممكن يتقدم. جميل جدا، وممكن يبقى ليه تمثيل خطير للفتيات. مهم يعني، اعتقد ده مهم. وممكن هي كده بتعبر كمان، لو اللجنه دي اتعملت هتبقى دي ممكن من الرؤيه المستقبليه. لان برضه يعني اقصد احتياجات الفتاه الجامعيه اكيد مختلفه عن الشاب الجامعي يعني. بالظبط كده اكيد. لان في فتيات كمان بيبقوا هم مقتصرين ان هم عايزين حاضرة ويروحوا وخلاص كده. وبرضو ذوي الاحتياجات الخاصة يبقى لهم لجنة أو يبقى لهم حاجة يعني خاصة بيهم أقصد يعني. أكيد ده مهم. هي دي ممكن اللجان دي بقى تنبثق بعد كده من لجان أخرى. من لجان أخرى، ودي تبقى بناء على طلبات برضو مجلس الاتحاد الطلاب. نعم. يعني هو اللي بيعرض في المحضر الاجتماع الخاص بيه إن هو عايز مثلا في لجان للمرأة، في لجان لذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. فهم بيعرضوا ده في مجلسهم. طيب بالنسبة للأنشطة بشكل عام، يعني الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية،
هي كل كليه بيبقى ليها ليها عندها رعاية نظامها، شباب ايوه ليها رعاية وعندها، شباب وليها انشطه لكن في نفس الوقت الاتحاد يعني بيستوعب ده برضو، بيستوعب طاقة الشباب يعني. اكيد. ازاي بيحصل ده يعني؟ ما هو حضرتك بيبقى فيه طبعا جروب هما بيبقوا مصممين، الاتحاد الامين وامين مساعد ومع اللجان ومقررين اللجان، وعن طريقه هو بيبتدي يبقى حلقه الوصل بينه وبين الطلاب من الذكور والاناث على مستوى كل كليه على حده. يبقى انا هنا انا لو حابه ابلغ حاجه يبقى عن طريق الممثل ليا للكليه، انا كعميد او كوكيل لكليه شؤون تعليم الطلاب نعم. وعايزه امارس اي نشر ثقافي، اي نشر مثلا للرحله لعمل مشروع معين لورش نعم. عمل، نعم. يبقى عن طريق الاونلاين او الجروب اللي هم عاملينه مصممينه على جروب الكليه، ويبتدي هو حركه الوصل بينهم نعم. من خلال مجلس الاتحاد الطلاب للطلاب نعم. طب الكليه. دكتور، انا عارف استاذ ورئيس قسم خدمه الجماعه بكليه الخدمه الاجتماعيه بجامعه اسوان، ضيفتي الكريمه. حضرتك بدات الحوار بالتهنئه بالعام الجديد، ويمكن طالما اتكلمنا عن العام الجديد وبنتكلم دلوقتي عن الجمهوريه الجديده يعني، وازاي يبقى في اتحاد طلابي يعبر عن هذه الجمهوريه الجديده او يترجم نفس الاهداف يعني على الاقل. يعني من محاور الجمهورية الجديدة هي بتركز على تطوير التعليم، فالجمهورية الجديدة تطوير التعليم وتطوير الجامعات، فهما من محورين، بالإضافة لأن في محاور للجمهورية الجديدة طبعا شبكة الطرق وشبكة الكهرباء وفي محورين من ضمن اللي هي محاور للجمهورية الجديدة اللي هي بتركز على قطاع اللي هو تطوير قطاع التعليم التعليم وتطوير جامعات. الجامعات. لو احنا قلنا تطوير قطاع التعليم هيبقى من طريق عن طريق مين؟ ان انا بعمل تدشين لشباب الجمهوريه الجديده. يعني ايه كلمه تدشين شباب جمهوريه جديده؟ ان انا ازاي اديهم تحمل مسؤوليه؟ ازاي اطور التفكير؟ وحتى في المراحل ديت ابتدى التعليم يتجه للتفكير الابتكاري اكتر من التفكير التقليدي. فانا عايزه كده احملهم مستقبل تاني وتفكير يختلف عن التفكير القديم، بحيث ان الطالب بدل ما هو بيفكر بتفكير تقليدي، لا ابتدي اشوف الطلبه النابغين المتميزين اخلق منهم ازاي، اعمل منهم مشروعات قوميه. نعم. ممكن يعني انا اشاركهم باي ورش عمل، اطور التفكير لو في طالب عنده مشروع معين وابدع فيه اخليه يطلع، يعني يبتدي يتصاعد على مستوى العربي او المستوى العالمي. يعني المفروض ان احنا بندعم الشباب دونك، ودي من اهداف خاصة برضه على الشيء بالشيء يذكر، حتى لما يبقى فيها قمة المناخ أو أي أحداث عالمية ممكن نستفيد من هؤلاء الطلبة اللي حضرتك طبقا لفكرة حضرتك يعني. بالظبط كده، يعني هم اللي هيكونوا ممثلين ملتقى الشباب، لان هو دلوقتي اصبح ان اي ملتقى كل اهداف الدوله دلوقتي بتسعى ان هم الشباب يكونوا ممثلين لجميع الملتقيات العربيه والدوليه والمحليه. نعم. فده شيء مهم جدا يعني، فكره ان برضه الاتحادات ما تبقاش بتغرد خارج السرب يعني، هي بتبقى مش فكره الفكره البسيطه انها بتعبر عن مشاكل واحتياجات الطلبة، ده مهم لكن في نفس الوقت ما تبعدش عن الفكرة العامة برضو للدولة واحنا لو ربطنا، توجه احنا الدولة لو يعني. قلنا ان التنمية المستدامة مش هتتحقق الا وانا طورت في شبابنا، صحيح، وتطورت في شبابنا يبقى انا هعمل جمهورية جديدة، الجمهورية الجديدة هتوصلني للتنمية المستدامة. نعم. يبقى انا في حلقة وصل بينهم هما الثلاثة، والمحور الارتكاز الاساسي هو الشباب. ده مهم مهم جدا يعني، خاصة إن في شراكات الجامعة بتعقدها مع جهات سواء في المجتمع المحلي أو حتى جهات دولية يعني، فلازم الشباب يكون جزء من هذه الشراكات يعني. بالظبط ده كده، مهم يعني. يعني أنا لو عايزة أوصل الدولة ترتقي يبقى في ازدهار وفي رقي في التعليم وفي تطوير في التعليم بناء على محك اللي موجود في الجمهورية الجديدة، أكيد يبقى أنا كل التوجه والإضاءة والتسلط الموجود، قصدي السلطة الموجودة، اللي أنا أحاول أركز الشباب ده، نعم، أشوف إيه مشاكله الأول، ألبي الاحتياجات، أوفر له الخدمات، أحاول أسعى إن أسمع آرائهم، وألبي بقى بناء على ما يتوافق بما لا يخالف برضو العادات والتقاليد نعم الجامعية. نعم يعني أنت بتطالبني بشيء بس ما تخالفش العادات والتقاليد الجامعية. صحيح صحيح. طيب، زي ما قلنا الاتحاد الطلاب هو حلقة الوصل بين الطلبة وبين إدارة الجامعة، سواء توصيل أفكار ورؤى وأطروحات ومشاكل أيضا يعني. في النهاية عايز أسأل الدكتورة هناء عن مدى الإقبال بشكل عام يعني، هل برضو الرؤية واصلة للطلبة، فكرة المشاركة، وده جزء من شغلكم في الخدمة الاجتماعية يعني.
يعني انا لما جيت طلعت على الكشوفات فعلا في اقبال من الطلبه ان هم يشاركوا. كان في فتره سابقه قبل كده كان في في احجام، عزوف. لكن الاحجام ده كان موجود عشان لسه كان الطالب فاكر ان هو عنده محاضره وهيروح البيت وخلاص على كده وانتهى. لكن ابتدى بقى الانفتاح اللي هو العولمه والعولمه الثقافيه، وبعد جائحه كورونا ابتدى الفكر يتغير، نعم، لان ابتدى الشباب يعرف ان في دلوقتي انفتاح في التفكير، في انفتاح في الراي، في حدود برضو العادات والتقاليد سواء الجامعيه او العادات نعم والتقاليد المجتمعيه. نعم فده غير استخدام من السوشيال ميديا والهاي تكنولوجي بشكل عام يعني هيساعد برضو في ان الخطوات تبقى اسرع يعني. بالظبط كده. يعني انا اللي كان متاح بالنسبه لي تقليدي في فتره بنفذه على مدار شهور، دلوقتي انا ممكن الانتخابات دي تيسر جدا في فتره زمنيه قليله جدا باستخدام السوشيال ميديا نعم، والاجتماعات نفسها تبقى اونلاين والاجتماعات اونلاين، وطبعا دي بتبرز تفكير اكتر. يعني الطالب لما بيحس اللي هي بتاكد على فكره حضرتك اللي فكره التفكير الابداعي مش تفكير نمطي يعني. بالظبط كده، ان هو بيغير نفسه من التفكير، ان انا دلوقتي ممكن استخدم اكتر من حاجه في الوسيله السوشيال ميديا، ممكن استخدمه بشكل ايه معين، افكر في طريقه معينه ان انا اعرض الفيديوهات بتاعتي. نعم. يعني انا كان على سبيل المثال كان في ورشه عمل معايا مع الطلبه في محاضره كنا عاملينها على كسب مهارات العمل الجماعي. نعم. الطلبه غيروها بنظام اغنيه معينه وبتصويرات معينه، لان هم عايزين يبرزوا الحلقه وبتشكيل معين وباغاني معينه تبرز هم عايزين يقولوا ايه. نعم. فهو ده استخدام السوشيال ميديا في ان انا اوصل، وفي نفس الوقت بيواكب العصر برضو يعني، وفي نفس الوقت بيواكب العصر، وفي نفس الوقت نقل لزمايله ان انت ممكن تبقى سعيد وانت بتدي محاضره بتكتسب منها مهاره. صحيح. بس عن طريق مثلا انا حابب اغنيه معينه استخدمت السوشيال ميديا. نعم. شكل التصوير اللي بينقل مثلا بدل ما العين بتبص على طريقه تقليديه، لا التصوير بان انا بيجذبني ان في محاضرات وفي طلبه تحضر. نعم دكتور هناء، يعني عشان يبقى عندنا اتحاد طلاب عصري يعني مناسب العصر وفي نفس الوقت يعني يعبر عن الطلبه وفي نفس الوقت يخدم في النهايه العمليه التعليميه، ايه المطلوب من يعني ايه الضوابط المطلوبه عشان يبقى عندنا اتحاد طلاب عصري؟ هو احنا وطبعا يواكب الجمهوريه الجديده بالتاكيد يعني. ما اكيد هو احنا عايزين حاجه تبقى فيه نموذج محاكاه، نموذج محاكاه للاتحادات الطلابيه، بحيث ان انا لو في نموذج محاكاه موجود دولي وانا اقدر امثله عندي محلي، فده اكيد اكيد هم في افكار عندهم يجذب يبتدي يجذبني، بحيث ان انا ابتدي اعمل تغيرات بقى عالميه، لان انا دلوقتي المفروض اي حاجه تواكب التغيرات العالميه والمحليه والعربيه. نعم. فانا عشان اعمل اتحاد طلابي يبقى انا عندي نموذج محاكاه. نموذج المحاكاه ده زي الفيديو كونفرنس، بحيث ان الطالب هنا متواجد في اسوان مساير طالب جامعه عين شمس، مساير طالب جامعه القاهره، مساير جامعه حلوان، في نفس الوقت عنده برضو مساير للجامعات الدوليه. نعم. فنموذج المحاكاه دوت لما يتعاصر مع كل الشباب هيبتدي يتغير في تفكير النمطي ليهم، بحيث لو في فكره عندهم في طريقه مثلا اجتماعاتهم ممكن انا اكتسبها من النموذج المحاكاه دوت. نعم نعم، وده مهم جدا الحقيقه. انا برضو لفت نظري من كام يوم كده دكتوره، يعني حد في جهه في دوله خارجيه طالبه مهندسين بس هو اللي لفت نظري في الاعلان ان طالبين مهندسين من جامعه معينه في مصر. أيوة. انا مش هسمي الجامعه يعني. لكن ده لفت نظري، طب ليه الجهه دي بتطلب مهندسين من جامعه بعينها في مصر؟ اولا مش احنا مع او ضد الفكره يعني، انا شخصيا ضد ده يعني، لان اي طالب خريج اي كليه من اي جامعه في مصر هتبقى ستاندرد مفترض اكيد يعني. هل ده محتاج مثلا يعني مثلا اتحاد الطلاب يبقى ليها راي في هذا الجانب يعني؟ مثلا يعني معروف ان يقول ده طالب خريج جامعه اسوان يبقى براند يعني، اقصد يبقى حاجه معروفه يعني. يعني مثلا جامعة أسوان واخدة ترند في اللي هي في التمثيل الجامعة في أكتر من أبحاث، يعني واخدة مركز بلقات في الاقتباسات مثلا، في الاقتباسات على مستوى الجامعة. نعم. لكن ده برضو مش مسمع على مستوى الجامعات الأخرى. نعم. المفروض احنا بدل ما يبقى فينا نموذج محاكاة يبتدي هنا الناس كلها تعرف ان جامعة أسوان ليها بوزيشن معين، ليها ترتيب معين من ضمن الجامعات، لكن احنا كده ان الحصول على بوزيشن معين او وضع معين في الجامعه ما بيسمعش على الجامعات الاخرى، لكن احنا لو اتسمع ده بيعمل تسويق لسوق العمل وتسويق للخريجين لطلابها. نعم. فهو زي ما حضرتك بتقول انا دلوقتي بطلب جامعه معينه باسم، طب انا كيف ازاي كيفيه تسويق خريج الجامعه
عن طريق ايه؟ نموذج المحاكاه، لان انا لما اعرض التجارب والنماذج الجيده داخل الجامعه واعرضها بنموذج محاكاه على مستوى الجامعات، فده بيعمل لي عمليه ايه؟ اللي هو تسويق جيد الكتروني للخريجين. ازاي يبقى عندنا اتحاد طلابي ومعبر عن الطلبه؟ ما يبقى بعيد عن الاهواء، بعيد عن الصحوبيه، بعيد عن العصبيه. ما هي دي بقى هنا المعايير والاليه الاختيار تبقى فيها يعني محكات بضوابط معينه، زي ما قلت لحضرتك ما تخالفش العادات وتقاليد جامعيه. انا لما اختار مواصفات حد ممثل لان يكون رئيس الاتحاد سواء امين امين مساعد، المفروض ان انا اختاره على مواصفات معينه. نعم، لكن مش صاحبي او قريب، مش بالظبط كده، ما اجيبوش احطه في منصب واقول والله ده قريب او زميل. لا، انا مفروض مواصفاته العلميه والثقافيه والاخلاقيه والروحيه وكل ما ينادي بيها، وكمان طريقه تعامله مع زمايله. يعني بتفترق، انا حاطك في منصب ما تجيش تعامل زمايلك بعد كده ان انا رئيس الاتحاد ومحدش يتحاور معايا. لا، صحيح. انا مفروض احط رئيس الاتحاد ده تحت اختبارات بحيث ان هو يبقى ممثل وقدوه. نعم، يعني احنا في النهايه دكتور هنا، يعني تحب توجه كلمه لاصدقائك الطلبه والطالبات سواء الناخبين او اللي ينتخبوا، يعني لان برضو دي امانه في النهايه، يعني سواء اللي بيرشح نفسه او اللي بينتخب. يعني احنا بنتمنى التوفيق والنجاح لكل من مثلوا جامعه اسوان. نعم، وبنتمنى لاولادنا وابنائنا ان هم يكونوا تمثيل مشرف. نعم، ومع بدايه عام جديد اتمنى لهم ان هم يكونوا مستقبل مشرق لجامعه اسوان، وهم ممثلين ليهم محليا وعربيا ودوليا ان شاء الله. فطبعا انتوا امانه ورسالتكم هادفه، واكيد انتوا بتسعوا لتحقيق اهداف معينه، وبناء على اختيار الجميع ليكم فالمفروض ان انتوا بتحققوا اختيارات الاعضاء وبتحققوا رغباتهم وتلبيه احتياجاتهم. نعم، يعني اولا دكتوره بنتمنى ان شاء الله تكون انتخابات يعني موفقه ان شاء الله، تفرز العناصر الجيده ان شاء الله، تخدم في النهايه الهدف الاسمى وهدف دعم العمليه التعليميه ان شاء الله. خدمه الطلبه بالتاكيد، وخدمه الطلبه من يعني من شانها ان تدعم العمليه التعليميه. وزي ما قالت الدكتوره هناء ان في النهايه يبقى في اتحاد طلابي عصري يواكب العصر، يتناسب مع التطور السريع والهائل، وزي ما قلنا يغلب في النهايه جامعه أسوان بشكل أو بآخر. احنا في نهاية لقائنا هذا تحدثنا عن الاتحادات الطلابية ودورية، خاصة اتحادات تتزامن مع الجمهورية الجديدة. أشكر في نهاية لقائي هذا ضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة هناء عارف، أستاذ ورئيس قسم خدمة الجماعة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان. دكتورة هناء شرفتيني ونورتيني. شكرا أستاذ خالد على الحلقة، وعام سعيد إن شاء الله لأسوان وأهل أسوان وجامعة أسوان. نعم، ولجميع القيادات على مستوى مصر جميعا. شكرا يا دكتوره هناء، ونتمنى لحضرتك بشكل شخصي كل التوفيق ان شاء الله. تشرفينا ونورتينا دائما يا دكتوره، بتنورينا وبتشرفينا دائما. الله يخليك. شكرا. اذا هذا ما سمح به الوقت مشاهدينا الكرام في شارع الجنوب الليله. هذه تحيات فريق العمل، مدير التصوير ياسر منصور، الاعداد زميل مصطفى عارف سيام، مخرجنا زميل احمد العربي، تحيات وليم فخري، عبد الله عبد الظاهر، عنتر الراعي، هاني فتحي، وحسن عكاشه، وجمال عبد الناصر. كل الكرو اللي معانا الحقيقه لهم مني كل التحيه والتقدير.